بسم الله، شرفنا النهارده ضيف عزيز من المملكه العربيه السعوديه. ان شاء الله هنعمل تسدي من الدرجه الثالثه مع تراكم واضح للدهون في البطن والجوانب واسفل الظهر. تابعونا ان شاء الله شغل على حلو. رجعنا لكم مرة تانية يا شباب، خلاص قلبنا الحالة بتاعتنا. هنبدأ دلوقتي نشوف الدهون الصدر والبطن إن شاء الله. هرجع لكم في فيديو تاني لما نخلص، تابعونا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، آخر خطوة خلاص، فتتنا الدهون بالفيزر، شفطنا بالمايكروويف، نحتنا البطن والجنبين والصدر. دلوقتي في آخر خطوة يا شباب هي الشد عن طريق الفيزر. هنسمع دلوقتي صوت البروب المميز وهو بيشد. بنمشي خطوة خطوة، البروب بتاعنا تحت الجلد، نطلع موجات تحفز الخلايا ان هي تفرز الكولاجين وبالتالي نشد الجلد، وهكذا بنفضل ماشيين خط خط لحد ما نطمن اننا شدينا الجلد تماما، وصلنا بيه لاقصى درجه ممكنه ونقلل الترهل بشكل كبير.